وقفة جديدة من واتس اون ام تي في بذكركم من خلالها مشاهدينا ببرامج الام تي في اللي عم تنعرض ليلة وبالكم يوم الجايين. وبذكركم ايضا انه نهار الاحد ب 8 تشرين الثاني مباشرة بعد الاخبار رح يبدا موسم سيلبرتي دويتس مع مشاهير كتار رح تتعرف عليهم ورح بتشوفوا كيف رح بيغنوا وكيف رح بتكون مشاركتهم بهالبرنامج. رح بيكون على الموعد وبهالافتتاحية الفنانة نجوى كرم، الفنان أيمن زبيب، الفنان عامر زيان، بريجيت ياغي وأنتوني توما الأحد 28 تاني مباشرة بعد الأخبار. وأيضا متابعين بمسلسلات اللي عم تنعرض على شاشة الام تي في، العشق الأسود متابع بتطورات كتيرة. خلينا نتذكر سوا شو صار بالحلقة السابقة ونتابع. وقف! وقف! نزل! عد الأرض! ارفع ايدك ولا تتحرك! واخيرا وقعت يا فاتح دندار؟ ها؟ بشرفي انك قبضاي، بس عطيتك طعم مرتب، اعترف. وهالطعم وصلني لعندك. شو؟ ما راح تقلي شو حقوقي؟ اكيد بتكون سامعهم من قبل. واقف! ايه صح، عنا وقت كتير، وراح تعترف بكل شيء سويته انت وطاهر دندار بالتفصيل الممل. هاللحظة مستنيها من زمان. المشاكل مكملة بالعشق الأسود، ولكن الحلول على طريقة صارت قريبة لحتى نعرف كيف أو مين رح بينلقط، إذا كل هالعصابة رح بينعرف أو رح بتنعرف أو بس رح بتوقع على ماتين. العلاقات كلها متوترة، ولكن عمر وإلين متابعين بقصة حبهم. هالمسلسل مكمل على شاشة الام تي في من الأحد للأربعة على الساعة 8:30. خلينا نشوف شو رح بيصير بالحلقة المقبلة ونتابع. امشي. كيفك بنت حماي؟ لا تحلم يصير هالشي، لأنه ما بقى فيك تقرب على روشان. ما حدا بيقدر يفرقنا، عم تفهمي؟ امشي قدامي. اللي سويته فيني أنا وإخواتي مستحيل أنساه، وما رح أسمح لك تقرب عليها بحياتك. خلص اهدي شوي. تركيني. أنا وروشان خلقنا لبعضنا، ولسه ما خلق اللي بيقدر يفرقنا، فهمتي؟ ولما يوقف قلبي وموت وقتها بس رح أترك مرتي، غير هيك ما بتفرقونا. امشي وحاجي صعب. طالما بتحب روشان لهالدرجة معناها خليك بعيد عنا. اللي بيحب مستحيل يأذي حبيبه. شي طبيعي انك تسكت لانك حقير وما بتعرف تحب، واكيد رح تطلع ورقه البابا كمان. غلطانه، انا ما بعرف المرحوم ابوكي وما عندي فكره من اللي قتله. يا ريت، بس والله ما حصل لي الشرف اقتل ابوها لمرتي. خلاص وقعتي كلمه مره ثانيه. إلين حاجي حكي وخلص. متابعين مع المسلسلات على شاشة الام تي في، ولكن هالمرة مع مسلسل لبناني، مسلسل أحمد وكريستينا. هالمسلسل يلي بيجسد وبيمثل واقع لبناني بعدنا عم نعيشه لليوم، وهو هالقصص الحب المستحيلة بين شخصين. الديانة فقط هي اللي بتفرق بيناتهم، أحمد وكريستينا ضيعتين، الديانة اثنين ومشاكل كتيرة. خلينا نشوف. بيجعني قلبي. أنا كمان. قولك فينا نوقف هالوجع؟ فينا. أنا مرشح بقوة. هيك بيقشط قلبك ويبطل يوجعك قلبي.
ابعد عنا وليه؟ هذا غيري بالسرعة؟ يعين على الإخلاص والإحساس الصادق. طبعا ابلكيشن الام تي في موجوده وفيها تكون موجوده على تليفونكم لتقدروا ترجعوا تحضروا اي برنامج اي حلقه اي فقره كمان ما قدرتوا تحضروها بوقتها او لاعاده الفقرات. خليني اشوف انا وياكم كيف بنقدر نستخدم هالابلكيشن يلي سهله كثير. ريبلاي على ابلكيشن الام تي في بتسمح لنا انه نرجع نشوف شو البرامج اللي عم تنعرض ونختار البرنامج اللي نحن بنحبه او بدنا نرجع نشوفه حتى لـ MTV Alive حصة كبيرة. إذا بدنا نشوف شو عم بيكون فيه حالياً العشق الأسود أو لعبة الموت أو غيرهم فينا نرجع نشوف كل فقرات الرياضة أو حتى الرقص إذا حبينا نرجع نتعلم كل الخطوات. أما لا مشاهدينا فرح ناخد وقفة سريعة ومن بعدها منروح على المطبخ لندوق السوق.